النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. صعد برشلونة إلى دور 16 في كأس ملك إسبانيا بعد تغلبه بثلاثة أهداف لصفر على قرطاجنا في إياب دور 32 من البطولة، وكان برشلونة حول تأخره إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب ليتفوق بسبعة لواحد في مجموع المباراتين. أحرز البديل كي سونغ يوينغ هدفاً قرب نهاية الوقت الإضافي ليقود سندرلاند متذيل ترتيب الدوري الممتاز للفوز بهدفين لهدف على تشيلسي والصعود لقبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم. وحاول تشيلسي تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور الثاني، إلا أن سندرلاند حقق المفاجأة وخطف بطاقة التأهل. قاد المهاجم البوسني إيدن جيكو فريقه مانشستر سيتي للتأهل إلى الدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعدما تغلب على مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في دور الثمانية. وبهذا الفوز وصل مان سيتي رحلته في البحث عن اللقب تحت قيادة مدربه الجديد بيليغريني. أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن تمديد عقد مهاجمه أدريان لوبيز لمدة ثلاثة أعوام حتى العام 2018، وكان العقد الأصلي لأدريان يمتد حتى 2015، ولكن النادي سعى إلى تأمين وجوده في الفريق مما دفعه لتمديد عقده لثلاثة أعوام. أخيراً أكد نجم التنس البريطاني أندي موراي أنه سينهي فترة غياب امتدت لثلاثة أشهر عن ملاعب التنس بعد خضوعه لعملية جراحية في الظهر، وذلك من خلال المشاركة في بطولة أبوظبي الاستعراضية. ومن المقرر أن يلتقي موراي مع الفرنسي تسونغا في بطولة أبوظبي. نهاية النشرة الرياضية، شكراً لمتابعتكم وإلى اللقاء.